الراديو 90-90 هواها مصر. في حياتك انت الشخصية بعيد عن الشغل مين الشخص اللي لما بتقعد معاه بيضحكك بجد من قلبك؟ صديقي الممثل مصطفى بوسرية. لا هو مصطفى لوحده يعني مصطفى بيقتلني ضحك لان احنا مع بعض من الثانوية العامة وبنمثل مع بعض كنا في الجامعة بيضحكني كمان يعني حتى لما بتفرج له على مسرحية او حتى عمل ممكن الناس كلها بتضحك مثلا من حاجات افات هو بيرميها انا بضحك في حاجة تانية خالص بتبقى فاكر حاجة كاتبينكم قبل كده بالظبط كده.